تحية لكم مرة تانية مشاهدينا مهما كنتم، تحية خاصة لكل انضمونا من جديد عبر المتابعة للموجة الأزرق FM. موضوعنا الاستعدادات للخريف، شنو ممكن يكون مطلوب وشنو نحن نناشد به في الفترة الجاية استعدادا للخريف. ونحن عارفين يا جماعة مفروض الاستعدادات تبدأ من أول السنة، لأنه إحنا عارفين إنه فصل الخريف في شهر كم، وتحديدا عارفين العواقب والأضرار اللي بتكون ناتجة دائما من فصل الخريف. نحن عارفين يا جماعة أول حاجة نقدر نقول نتكلم عنها إنه إحنا عندنا شح في الأدوية بصورة كبيرة جدا. معروف إنه تفاصيل الخريف هو أمراض يعني محددة بتظهر مع الخريف، سواء كان عبر الحساسيات من الحشرات اللي بتكون موجودة أو من الخريف نفسه، سواء كان الكوليرا لأنه المياه دائما بتكون راكدة وبيكون في ذباب بصورة خرافية، الأطفال يا جماعة والبلهارسيا والتفاصيل الكثيرة اللي بنعاني منها أثناء فصل الخريف دون الاستعدادات لفصل الخريف في هذا العام. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، معك يا بريموس اللي ضربين من أبو آدم سيدة بشيرة. أهلا بك، صباحك خير إن شاء الله وسعيد يا رب. الله يبارك فيك. الله يكرمك إن شاء الله. استعدادات الخريف موضوعنا الليلة. نعم. نعم، استعداد الخريف. أول حاجة أنا الخريف استعدادات الخريف يعني مأخوذة من ثلاثة جوانب. الجانب بتاع المواطن، والجانب المجتمعي، والجانب بتاع الحكومة. نجي نمسك الجانب بتاع المواطن. أول حاجة أنا من قبل الخريف مفروض شهرين ثلاثة، مش شهر ولا قبل 15 يوم، أكون عامل استعدادي. أعمل أول حاجة الردمية، أردم مثلا البيت من الداخل ومن الخارج عشان يتفادى مشاكل الخريف. وأما برضو بالنسبة للبيوت الشعبية مثلا بشوف السبولوجا بتصرف المويه من فوق كيف، وكيف تعمل السبولوجا عشان إنه أقدر تستفيد من يعني نجي من اي ضرر في اثناء الخريف. ده بالنسبه للمواطن، لكن حسي بنمسك انه الواحد بعد ما الحيضه تتسقع وتتكسر وتحصل له الضرر، بحاول ثاني بدل انه يحصل له بس الرزميه حيخسر ثاني بناء دور ابني وقوم من جديد وشغل كثير. عشان كده الواحد يقلل من مشاكل ضرر الخريف. ده بالنسبه للمواطن. واما بالنسبه مثلا لناس المنطقه المجتمع مثلا يكونوا متعاونين مع بعض، يعرفوا انه كيف يقدروا يصرفوا المويه ما تكون في محله واحده. في نفس الوقت برضه بتحصل مثلا حسن مثلا من الاوساخ بيرموها في محل واحد، بتجي مياه الامطار بتشيل الاوساخ دي، يعني بتعمل اسمه تلوث للبيئه. نعم. يعني دي كلها من اضرار المواطن و الاحياء. واما بالنسبه للحكومه طبعا حسي يعني انا بتكلم يعني من منطقه ابو ادم، والله اشيد اشاده خاصه بالمهندس بتاع منطقه جبل اولياء بالذات، لانه كان في المقرى بتاع ابو ادم يعني لا يحدث ثلاثه او اربع مناطق كبيره، الكلام للوحده وعندنا منطقة طنقعت، المياه دي كلها تمشي في أبو آدم. منطقة أبو آدم منطقة كان منخفضة لأنه زمان كانت مزارع، لكن حسي المهندس والله يعني الخور بتاع الثلاث لشرف يعني أول حاجة نظفوا نظافة ما حصلت من ما عملوا الخور ده، ما نظفوا بالطريقة دي. يعني زمان كان بيجوا ناس عمال كاتب بيطلعوا بس الأوراق بتاعه والسلام عليكم، المويه كان كلها بتجي بتخش في أبو آدم وبياخذ ضرر كبير جدا جدا. نعم. لكن حسي والله حفر يعني نظف بطريقه ما عاديه كله والله دي اشاده خاصه، والله انا يعني الزول ده لا شفته لا بعرفه لا اسمه، لكن الحق يغال. وحتى برضه قدام الثلاثلات لحد الثلاثل القبه برضه عمل نفس العمليه دي، الواحد يشد بها للمهندس والعمال اللي قاموا بهذا العمل. والشغل بتاع استعداد الخريف دي يعني شغل تضامني بين المواطن بين المجتمع بين الحكومه، يعني يكون في تنسيق بيناتهم انه يعني لو في ضرر يكون اقل ضرر. نعم. احنا بنقول مثلا ما في ضرر كله يكون في ضرر، لكن في ضرر الاكبر في الضرر الاصغر هو الاقل. دي ان الناس تقعد مع بعض
الشايل تشوف مشاكل الخريف والخريف يعني الامطار كلها امطار خير وبركه، لكن انت الليله عملت الصح بتلقى العمل الصح غير المضر، عملت الغلط هو بيحصل الضرر وبيحصل تكسير البيوت كل سنه، الناس بتتكسر وبتكون قاعدين في محله واحده ما بعرف انه يعاملوا شنو السنه الجايه، لحد ما الخريف برضه يقع فوقهم فجاه يقول لك والله البحر جاء والحكومه عملت حاجه، انت عامل قبل الحكومه، ليس اساسا متضرر في المهمة في المقام الاول ولا الاخير، المواطن هو المتضرر الاول في المقام الاول ولا الاخير. صح. من ناحيه انه البيوت تتكسر، من ناحيه تجي امراض نفايات، تجي امراض بتضر الانسان زي موت الملاريا والامراض الكثيره حقت الامطار. يعني بس بدأوا انه الناس يعني في اخر كلامي انه بس بدأوا الناس بالتنسيق مع بعض وان شاء الله يدوم الخير للسودان ولاهل السودان وتحياتنا للمجد الازرق فردا فردا من غير فرد. والسلام عليكم. شكرا لك كثير، تسلم كثير، شكرا لك ابراهيم. ويعني في نقاط معروفه يا جماعه زي ما ذكر ابراهيم، كيف انت تحافظ برضو على نظافه المنطقه بتاعتك؟ يا جماعه احنا شفنا في العيد انه اول يوم في عيد الاضحى كان في مطر ثقيله جدا او غزيره، لحد الان الاثار بتاعت مياهها ما اتصرفت ولا اتسربت ولا حتى نشفت، ليه؟ لانه في مناطق منخفضه هي مسكت المياه في الاحياء والناس بتعاني منها معاناه كبيره جدا. الحاجه اللي كانت مؤسفه جدا، كثير من الناس بعد ما ضبحت الاضحيه خدتوا الجلود بتاعت الاضاحي برا جنب الابواب او في الاحياء، فاول مطره لما جات كان يوم العيد ثانيه العيد، الناس كانت ما قادره تقابل الشوارع من الرائحه الكريهه بسبب الجلود اللي اتربت في الشوارع. بنفس القدر من كان الحاجه الحاصله دي، في ناس في كل حي بتلقاهم عاملين عباره عن 3-4 كوش بيخطوا فيها الاوساخ برا. احنا عارفين انه احنا عندنا مشكله كبيره جدا في عربات الوساخه، بقت ما بتجي الاحياء وكثير من الاماكن يمكن اختفت، لكن ده ما سبب يخليك انت تاذي وتضر البيئه بتاعتك او الحي اللي انت ساكن فيه بسبب رمي الاوساخ. وعارفين طبعا التغيير بتاعت الرائحه الكريهه بتاعت الاوساخ بمجرد ما جات مطر او كده بتكون عاملة كيف، ده غير توليد البعوض وغير الذباب، بعد شوية الناس هتبدأ تعاني معاناة كبيرة جدا من الذباب. عشان كده بقدر ما تقدر في الفترة دي تحديدا شيل الأوساخ وأطلع بيها بعيد من البيت، حتى ولو تتصرفوا انتوا في الحي في كده أجروا عربية طلعوا الأوساخ بعيد من البيت، لأنه الحاجة دي يمكن يكون ضررة ومرضة أكتر من الخريف، ذباب بعوض وما حتقدروا تكافحوا بأي حاجة. بعد شوية الناس دي كلها حتعاني من ملاريات، من بلهاسيا، من أمراض ممكن تكون في المعدة وما حيعرفوا السبب شنو، لكن هي الأسباب موجودة في الأحياء، لو الناس فتشت وعاينت حتلقى الحاجة دي موجودة. برمي الأوساخ بصورة فظيعة جدا، حاجة ما مقبولة تماما، وحاجة ممكن يكون ضررها أكبر من المياه الراكدة في الخريف. عشان كده الناس تعمل حسابها، وانت كمواطن أول زول بتساعد على إصحاح البيئة بالذات في فصل الخريف. طيب بعد ذاك ردم البيوت، كثير من الناس بتهتم جدا بردم البيوت، لكن بسبب ردم البيوت بنلقى انه في شوارع واطيه جدا فبرضه بتمسك المياه، وده موضوع كبير جدا حنتكلم فيه. ولكن قبل كده حنشوف حركه الطيران لهذا اليوم وتقرير التغيرات والاثار الجويه في حركة الطيران. أكيد متواصل معكم مشاهدينا في كل مكان، والموج الأزرق FM، استعدادات الخريف لهذا العام، تفاصيل يمكن مفترض تكون معروفة من بدري، هي روحنا لاستقبال الخريف. ما في مفاجآت يا جماعة، طالما نحن عارفين إنه الخريف من شهر كم لشهر كم. المستفيد يعني الناس دائما بيقولوا إنه الزراعة والأمطار كويسة معاهم، إحنا ما عندنا مشكلة إذا كانت الاستفادة في هذا الحدود، ده لما نحن يكون عندنا استعدادات للخريف من بدري. لكن احنا عندنا تفاصيل تانية بالنسبة لنا معروفة، كل عام ما بيكون في أي استعدادات ولا في أي نظافة للمجاري، ولا ممكن تكون اتقفلت، وغير ما اتقفلت ممكن تكون ما في منعدمة تماما في الخرطوم والولايات. يا جماعة احنا عارفين الخريف عندنا صعب جدا، وعارفين تفاصيل البيوت، ممكن في كل عام بيكون في سيل، يعني في مجرى سيل بيكون في مناطق محدده
الناس ما بتعمل حسابها، بالرغم من انه عارفين هو ده مجلسين، لكن بتجي بالقرب منه او فيه هو ذاته، بتبني بيوت وبتسكن وبتكون قاعدة بهدوء، لكن بيفاجئهم السيل بانه هو شال البيت وشال الناس والعفش وكل التفاصيل، والناس بتبدأ في انه دارين رقاسة ودارين ودارين، عشان كده الناس تعمل حسابها. معي اتصال. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. مع السلام والرحمة. اهلا بك يا زينب، صباح الخير عليك. صباح النور. الله يخليك يا رب. من وين متصلة علينا؟ والله من كريمة. تحية ليك وصباح الخير عليك. تحية مالية حياتك محل البلح والخدار. يا سلام يا أجمل والله مكان. والله أنا يمكن لي سنة سنة كاملة أحاول الموجة الأزرق ده. الحمد لله. والله وأنا ناس الموجة الأزرق كلهم بريد من قلبي. الله يكرمك. محمد يوسف وسارة، سارة دي كمان، سارة دي حنينة جميل. الله يخليك يا رب. احنا كمان والله سعيدين بك شديد، والحمد لله انه الحظ حالفك الليله وقدرتي تتواصلي معانا، وان شاء الله دائما. اي أيوة والله عليك الله، بس امسك الغمزه وكل ما اضرب لكم والله، ودار حي ولادي. نعم والله وهني الشماليه كلها رحمه الله، المطر والبحر والبلح. كيف الخريف عندكم؟ والله شفت ساكت مطر شديد. الله يرحمك، احنا جنب البحر. ان شاء الله ربنا يعني يجيب امطار خفيفه عليكم. الله يسلمك. البلح كيف؟ حصدتوا البلح ولا لسه؟ والله اسكت ساكت، بس نرسم الكرتونه بس ورينا محل نحط على كرتونه كده. بس خلاص هسه نحن تحت الهواء حنوريك تجيبها لنا وين، وما عندنا مشكله. كمان بلح الشماليه ده ما بتقاوم. طوال والله انا ذاتي ولدي ظابط طيران في المبار. ان شاء الله ما في اي مشكله. حصاد البلح معروف بيكون شهر 9. شهر 9 ايوه. طيب ده عز الخريف، هل الخريف بياثر في الحصاد؟ المره الفاتت بلحنا زي ما هو، يلا في المويه دخل في المويه ولا استفدنا منه، يلا سوز وبدا صعب. لكن الدورة دي الحمد لله غايته ما شاء الله، ما عندنا عوج الحمد لله. ان شاء الله تحصد قبل ما تحصل اي زياده في الامطار. انت معي من انا ما اعرفش عليك ذات. انا ساريه ذاتها. ساريه ايوه. سار ايوه. انا ترجع تتكلم هنا ده. ايوه ايوه. حبابك يا امي. كيف تمام؟ انا تمام الحمد لله. والله والله يا ساريه انت دولة حنينه. الله يخليك. والله انا طوال ما تابعاكي، خلصي مع الكندراء. يلا مع الناس المحتاجين المعوغين ديلا. أيوة الناس اللي كان هناك المطر والشدة سواهم. نعم والله زول زول حنينه لما دموعك يمشي. الله يخليك. ده جزء من حنيتكم، معروف عن الشوايق هم مليانين بالحنيه شديد. والله شديد، نحمد الله ونشكر الله. هسه شفتوا الضحيه دي؟ والله يمكن ما ضبح لنا 12 خروف. اها يلا، وانا انا طبعا في كريمه، ويلا هلين التنقات السوق ما شاء الله، واولادي هنا ده في كريم. وان شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. اي خليك ان شاء الله ربي، الله ويزعجك وقالوا ما خطوب، والله ده الخطب بذاته. ديك العافيه ان شاء الله. والله تسلمي كثير يا رب. الله يسلمك يا ان شاء الله. والله تسلم. مش والله شوفي انا في المداخل ده انا بميتكم بالاطوار. الله يكرمك ان شاء الله ويديك العافيه. والله كلكم بميتكم بالاطوار. ان شاء الله تسلمي دائما. والله محبوبين لي في قلبي والله. او خصوصي محمد يوسف. الله يكرمك. والله عليك الله بلغ تحياتي له وقولوا زينوبه. انا بالخط العريض اسمي زينوبه. الله يكرمك ان شاء الله توصل باذن الله. والله ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله ودائما تكون متواصله معانا. انا بحييك شديد. الله يسلمك يا رب. تسلمي كثير. يا سلام. ديل طبعا يا جماعه، ناس الولايات الشماليه ديل دائما والشوايق تحديدا عندهم حنيه كده كبيره جدا جواهم زي ما شايفينهم. ان شاء الله ربنا يديك العافيه ويخليك يا رب ودائما تكوني متواصله معانا. بنرجع للخريف وتفاصيل الخريف. يمكن قالت السنة اللي فاتت، ودي أنا نقطة ما دايرة أطلع منها عشان نشوف إنه إحنا فعلا بيكون في خسائر كبيرة جدا، وفي ناس ما بتحب الخريف تحديدا بسبب انعدام البنية التحتية للخريف في السودان، إنه فقدوا الحصاد بتاعه.
كمان يا جماعة لما يكون في يعني برضو مطر كتير جدا، حتى الشجر ذاته بيتضرر من الحاجة دي، لأنه المياه ما بتتصرف وبتكون موجودة. وممكن على فكرة الناس بيقول لك لو سقيت الشجر الشجر بيقوم، لكن لا، لما الشجر ياخد كفايته أكتر من كفايته ممكن يحرق. وفي برضو كتير من الناس بتفقد مزارعها بسبب المياه وركود المياه في منطقة واحدة. فعشان كده يا جماعة احنا بنتضرر بصورة كبيرة جدا من الخريف. انا دايرة اتكلم برضو عن حاجة مهمة شديد، يعني قبل ما ناخد تليفون يا جماعة، احنا عندنا في السودان فئة بتعاني جدا من الخريف، اللي هم المعاقين، والمعاقين حركيا تحديدا والكفيفين. ديل اكتر ناس بيعانوا، لانهم هم في الطبيعي الشوارع ما بيقدروا يمشوا فيها، لانه في حفر وما مهيئه ولا مسفلته وتراب، ودي تفاصيل يمكن بيعانوا منها معاناه كبيره. فلما نيجي الخريف وفي كثير من المعاقين حركيا، هم بيمشوا بعجلاتهم عشان يشتغلوا ويفتشوا رزق يوم باليوم عشان يقدروا ياكلوا ويشربوا ويمسكوا نفسهم رغم الاعاقه، بيتحدوا الاعاقه بتاعتهم وبيمشوا بيشتغلوا. فما بالك لما نيجي الخريف هم حتكون حركتهم معدومه تماما، لانه الشوارع كعبه، لانه ما بيقدروا يمشوا، لانه الحفر، لانه المويه، لانه لانه لانه. عشان كده يا جماعه والله نحن محتاجين لبنيه تحتيه تحديدا في السودان بسبب المجاري والخريف في فصل الخريف. فعشان كده احنا بنقول ربنا يعينهم والناس تقف معاهم وتساعدهم، حتى اذا جنبك زول معاق حركيا مد له اي حاجه، المهم يقف معاه لحد ما فصل الخريف ينتهي، رغم انهم هم اقوياء وبيتحدوا اي حاجه ممكن تكون صعبه بالنسبه لهم، لانهم هم اشخاص ما عاديين، ودول اكثر ناس نحن المفروض نقف معاهم في فصل الخريف. غير كده زي ما قلت بيكون في امراض، بيكون في امراض، بيكون في امراض، وفي انعدام للادويه. المستشفيات بعد شويه حنلقاها مليانه بالكوليرا، وديل الاطفال يا جماعه، لانه في توالد للذباب بصوره كبيره جدا. وبرانا حنشوف الحاجه دي لما يزيد الخريف او شويه كده يشد حيله، بنلقى انه في ذباب 24 ساعه ليل ونهار، بنلقى انه في بعوض وفي ملاريات. وعارفين انه الملاريات بالذات الاطفال ما بيستحملوها لانه مناعتهم ضعيفه، لانه عندنا مشاكل كثيره جدا في التغذيه. ده وين؟ في كل الولايات، ما في حته محدده، حتى في الخرطوم بنلقى انه من توالد الذباب في الكوليرا وفي الجارديا بسبب الذباب والاوساخ اللي بتترمي جنب البيوت، وهي دي اللي بتزيد بصوره كبيره وجود الذباب في الاحياء. عشان كده الناس بقدر ما تقدر تساعد نفسها بانه يا جماعه رمي الاوساخ بعيد. انا لحد ما الحلقه تنتهي بقول للمواطن انت قادر كفيل بانك انت تخلي شارعك نظيف والبيئه اللي انت ساكن فيها والمحيطه بك انظف بانكم انتوا تتكاتفوا. ما في عربيه وساخه، احنا عارفين انه ما في اهتمام بالجانب ده، لكن الناس تكون مع بعض متكاتفه ومتشايله مع بعض في انها تقدر توفر عربيه حتى ولو بالايجار. الناس تدق الابواب لبعض، يا جماعه خدتوا اي حاجه، دي اللي حفظ سلامتكم. لانه انت لو دفعت 1000 جنيه هالليله انت ما بتدفع 5 و26 و50 بكره عشان تفتش مستشفى من الامراض اللي ممكن تكون ناتجه في فصل الخريف. ده يعني اخطر حاجه ممكن احنا بنواجهها. زي ما قلت لكم في عقارب وفي دبايب مع الخريف بتكون يعني بصوره كبيره وفظيعه جدا، بنحتاج لامصال عقارب في حتات كثيره لانه العقارب بتطلع مع الرطوبه، الرطوبه في الخريف بتكون عاليه جدا، يعني حيكون في توالد ووجود للعقارب بصوره مخيفه شديد، بالذات في المناطق الرمليه. اي هم ممكن يكونوا ما بيعانوا من الخريف لانه المناطق بتاعتهم رمليه، لكن بيكونوا بيعانوا من العقارب بصوره كبيره جدا. ونحن عارفين انه برضه في مشكله كبيره في امصال العقارب والادويه، ودي حاجة برضو خطرة جدا، يعني ممكن الواحد تقرص عقرب تأدي بحياته وقت تنتهي منه، لأنه ما في أي مصدر ولا في وحدة صحية قريبة عشان الزول يمشي يعالج فيها نفسه ولا يلحق روحه. سم العقرب يا جماعة عارفين انه بينتشر في الجسم بصورة كبيرة وبسرعة شديدة. عشان كده برضو الناس تعمل حسابها في فصل الخريف. يا ريت يا ريت يا ريت المبادرات والناس اللي بتهتم دائما بانها تقدر توفي الامصال تشوف اكثر المناطق اللي ممكن تكون متضررة من العقارب، لانه دي اخطر حاجة نحن ممكن نقول هي بنواجهها في فصل الخريف. اي حاجة الزول ممكن يلحقها ما في مشكلة، حتى لو البيت وقع وانت حي وانت كويس وبصحتك وبعافيتك بتقدر تقوم البيت تاني، لكن وجود العقارب دي اخطر حاجة ممكن نحن نكون نقول هي في فصل الخريف بتكون صعبة بالنسبة لنا. الناس يا جماعة تعمل حساب، وان شاء الله ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ كل اهل السودان شعبا. ويعني الحاجة المحزنة والمؤسفة
انه يعني بنلقى انه احنا برعنا بنهدم البيئه وبنوسخها وبنجف في انه نحن نساعد في حاجه كثيره ممكن تحصل بسبب الخريف. نحن عارفين انه الشوارع كعبه، طيب اذا انت ردمت البيت بتاعك حاول اردم الشارع الجنبك برضو، اذا في حته ممكن تكون هي واطيه ممكن تكون سبب في انه المياه بتاعت الخريف تكون راكده في الميدان او في اي حاجه، الناس برضو تتكاتف وتحاول تشوف قلابات بتاع التراب بالشراكة والشير المعروف العادي عندنا ده، الناس تعمل نفير ويطلعوا ويردموا الحتة بس عشان يقدروا يتفادوا حكاية المياه الراكدة. معانا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ، كيف حالك استاذة؟ عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك يحيى. يا اخي تسلم، يعود عليكم بالخير العيد يا اخي. امين ان شاء الله، كل سنه وانت طيب ان شاء الله يا رب. الله يكرمك. السلام يا اخي. يا اخي الخريف مشكله كبيره والسنه دي مشكله اكبر. نعم، لانه نحن سيدنا في منطقه الجزيره المناجم الكراكات كلها، لكن الحكومه دي بس تكون واقفه لها في حوض وخلوا المصارف، عندنا مصارف لسه في مصرف جاي من قريب التراب بتاعت السنار يفرف الموي يعني تحت الزنقه يمشي ورا لحد المياه الابيض. المفروض نهايه يا استاذ، دول ساعدوا بس الغوره كثيره والكراكات اتقفلت، يعني كلام فاحش يا عقارب في جنبين فعل بيدي، يعني هسه المويه اخطر من الكلام ده. صح والله، عندنا مشاكل يعني نمر اتقفلت يعني محل الزراعه تمر وفوية ثقيلة، وما يقول في لجنة جاية، اللجنة تجي تعمل شنو؟ الكراكات دي موقفينها عليه، كان حقة الناس يدوها ياهم، كان ما حقة نشيلها منهم شغلها لهم في الحل البلد يا جماعة. صح. راح طيب نحن يا جماعة كراكة ساي هو قش ما بيشتغل، قش عجيب عشان يفتح المصارف، يعني ده مصرف تحته طويلة خلاص يا أخي، يمكن قريبا 50,000 كيلو متر. والله العظيم مطرب طويل شديد من برا لحد اللي الابيض. نعم. من الازرق قريب الازرق الى الابيض. يا جماعه والله الخليج مشكله كبيره يعني. عندنا مشكلات احنا نرسم والناس صاحيين وغوره. ده ما بحر عشان يجي، ده مطرب قفلوا بس كثير. يعني هي ناس منطقه والله واقفين يشيلوا في الكذب يديهم ما بيشيلون، لانه مطرب شغال طول ايام السنه. شباب صيف خريف شتاء مويه ما يشربوا، وقلت لما يدخل سنه كراكات ما في، اي ما هذا كلام غريب خلاص والله. المحليات ما شغاله، الوالي ما عارف خليهم القديمين، التعبير الجداد ما يجيبوا كراكات يبقوا عشان تنظف المصارف يا جماعه. والله من هنا يا ساره يعني ده كلام خطر والله، يعني مناطق كثيره وغرف كثيره يعني. نعم، ده غير انه في ناس بتحتاج تمشي مستشفيات، الطرق بتتقطع. قبل الشوارع وزادوا والمطر زاد استمر في قبل الشوارع. صح. الناس لو عملوا رسميه قدروا يطلعوا دار قبلتهم يكسروا الاختراع والكنارات من فوق يمشوا، اتقفل المطر قبلتهم. يعني مشاكل كبيره جدا وخليج ده مشكله والله يا استاذ. صح والله، صح بيوقف بيوقف الحياه بصوره ما طبيعيه. صح والله يوقف الحياه، يعني حتى في المدن يعني خليها حدث ولا حرج. لكن نحن هنا الزراعه، لا في زراعه، الزراعه بيننا منا بقينا في بيوتنا، الراي كيف؟ والله الزراعه حتى الزراعه ذاتها اذا يعني المياه الامطار ما استعملوها فيها بصوره صحيحه ممكن تخرب الحصاد. يا اخي والله خرب محل الزراعه، دمر الحي زي البحر الفايض، البحر الضمع خطير يا جماعه لما ينكسر الزراعه. السبب قبل القتل قفلت المصارف كراكات مصر. ما يقول لنا يا اخي احنا حاسبنا الناس، هذا كلام سياسي ما لنا له علاقه، احنا دايرين مصرف يكون فاتح، دايرين ناكل ونشرب، ما كل الناس دي تقول في الكراسي تمسك لها حكام. نعم 100% والله دايرين ياكلوا ويشربوا يا استاذ. يا اخي تصمتوا علينا الناس، ما عرفنا وزادوا. نعم والله احنا لا دايرين لها حزب، لا دايرين لها حزب. وحتى اذا اصلا يعني في توفر كراكات وفي ازمه في الوقود زي ما عارفين، يعني المواطن ذاته مقلوب على امره، حتى لو عنده قروش او بيقدر يعمل حاجه بيلقى انه في انعدام وشح في الـ في الـ في الـ الوسائل اللي ممكن تساعدك في انك انت تطلع بيها من الازمه بتاعتك. صح يا استاذ، صح، اي وسائل في ما والله ما في، حتى دي كراكه واقفه في المظلم ده
من قبل العيد ب 15 يوم. فأقول عليكم والله في ناس يعني ده كلام كثير. صح. يعني ضعف في المي يعني ده كل عدم المسؤوليه ما يقولوا ان احنا ناس خذولين. احنا والله دورين مننا صح وربنا جاب الحكام ما بالدور ولا معهم. لما عاد علينا يعني دور ولا علينا الحاجات اللي تهمنا. ما عندنا قضيه في جائحه البنود حكم ربنا ما عندنا في كلام. لكن والله العظيم ما زالت سيئه. ناس يكفر لهم 200 كراكه ولا 180 كراكه يحوش يقولوا زين التمكين ده رسيل ما تشيله انت شيله منهم ده يا جماعه احنا ذنب رسلهم ولا شالته منهم ولا جدلهم ده اسمع اللي كذي قالوا الكراكات زمان شغاله لينا ما تكذب والله شغاله اي جسم زراعي ذو كراكه ودوزر وشغالات التوقفوا كلهم صح يعني الناس غير معقول ما عندهم فهم ليه درجه ثانيه يشتغلوا كراكات يعني كلام زي ده ما سمع. نعم. ده يعود لهم المشروع، المشروع اللي حكايه يعني سيئه خلاص. ويجي يقول الناس زين فين احنا بينهم قلنا خلاص والله يعني المشروع بيتصلح والجزيره تعود للسنة الاولى، الاعياد الاولى الاعياد الصعبه. ما عرفنا الكلام ده سهل كده. لغايه صوت احنا هذا يعني الزوج يشوف بعينه. يعني صدق الكونتر صار رئيس مجلس الوزراء هذا اللي يشوف الوضع كيف يعني. دار الزاد وقال في مره دار الزاد وضعوها سلك ما في دار الزاد يوم العزيز. وقدرة رب العالمين. نعم ان شاء الله ربنا يسهل الحال. ربنا يطول عليك يا استاذ سارة الفرصه لغيرنا نكون في نفس السارة يديك العافيه ربنا يكرمكم. اللهم امين شكرا لك كثير ويسعد صباحك يا رب. طيب يمكن احنا تكلمنا عن تفاصيل كثيرة لكن أهم حاجة يا جماعة إحنا زي ما عارفين إنه بنعاني من الطرق سواء كان داخلية أو الطرق الرئيسية في الشوارع سواء كان في الخرطوم أو في الولايات. إحنا عارفين أول حاجة ما في أي تجديد للشوارع الرئيسية الممكن تكون يعني هي رابط ما بين الولايات والخرطوم لأنه كثير من الناس دائما يعني حتى في الولايات والقرى الصغيرة انت بتلقى انه ممكن يكون ما في اي وحدة صحية قريبة فعشان انت من غرية لغرية تمشي انت بتكون بتعاني معاناة كبيرة جدا ربما انه تنقطع الحركة في امراض يعني او في ناس كبار بيكون عندهم امراض مزمنة ضغط وسكر وتفاصيل كلى وفي ناس بتغسل يعني كلى ودي بيكونوا موجودين في مناطق ترفيهية يعني بعيدة جدا من المستشفيات بعيدة جدا من اي اقرب وحدة صحية يعني الواحد عشان يستنجد بالحاجة دي فبيكون الموضوع صعب على مستوى برضو الوضوع والولادات بنلقى انه برضو الناس دي ممكن تكون ساكنة بعيدة من المستشفيات يعني في فصل خريف عشان انت تسوق وحدة او يعني سيدة ممكن تكون في حالة بتاعة وضوع ممكن تكون في حالة مستعجلة وحالتها حرجة عشان تصل بها للمستشفى في ظل الظروف الصعبة والخريف المعروف عندنا في السودان ممكن تؤدي بحياتها للوفاة في الشارع قبل ما تصل بها لمستشفى ليه لأنه ما في شارع كويس ولا أنت قادر تتحرك الحركة الطبيعية المفترض أنت تتحركها وتمشي بها في الشارع بكل تفاصيل بسيطة ممكن تنقذ بها حياة شخص ممكن يكون بيعاني بسبب يعني الوضع الصحي المعروف في البلد. السلام عليكم. السلام عليكم سارة وليدي. عليكم السلام ورحمة الله يسعد صباحك يا رب. صباح الخير يا صباح النور عليك إن شاء الله نتعرف عليك. معاكي محمد حسن عبد الله أبو صالح الديوان حي الوحدة. تحية لك يسعد صباحك إن شاء الله يا رب، كيف أخباركم طيبين؟ تحياتي وصلت والله الحمد لله والله في نعمة الحال يا سارة وليدي. الحمد لله. الديوان والنيل الأبيض وتفاصيل الخريف والاستعدادات كيف؟ نعم نعم والله مستعدين يا اخي الخريف طبعا جابنا مطر اول يوم في العيد يعني بشرت بينا فبعدين انا زي ذكر الاخ من قبل يا اخي اول شيء المشكله هي تشاركيه ما بين المواطن والحكومه نفسها يا استاذ السعودي فالمواطن من دوره يا اخي يفتح المجاري ويردم زي ما انت ذكرتي والمواطنين ما يكبوا الاوساخ في المصارف بتاعه المياه يا استاذ السعودي نعم وبعدين يعني ما يرضوا المصارف لانه الحكومه ما عندها مغبره مثلا تجي تفتح لك المصارف وكل سنه وانت و و و زي ما ذكر الاخ من المناجل قال العربات مقفوله وهناك. فبعدين يعني انا السنه دي يا استاذ الروديدي يعني انا بشوف ما في مخلطات كده بتاعت اضاحي كثيره في الشوارع، والله شوارع مدينه الديوان انا عندي مشدد زيت برضه فعلا نوعا ما يعني نظيفه يعني ما زي السنه اللي فاتت الناس نظفت يعني وما زجلت المعتاد. الحمد لله. الجلود والحاجات الزي دي مثلا عشان تجي تعمل لها رايحه ولا استفتاء هنا
ما في والله في نظافه شويه كذا، وداخل مدينه الجوني هناك برضه المحليه زي ما تاثرت بدات تفتح المجاري يعني، وبدات تفتح المجاري لانه مياه المدينه هناك داخل الاسواق بتمشي النيل خوالي مباشره. فبعدين المحليه هي هنا ما جاتنا هنا فعلا في شيء محتاج يا سار الوديدي لتحتاج في مواطنين اشتركوا يعني اشتروا بالارواح كذا ردموا، لكن في ناس كذا ما بيقدروا يعني مثلا يعني حتى هم كان اشتركوا ما حيقدروا يردموا الفتات، فلا بد من المحليه ان تجي ترعى الناس ذيل يعني محتاجين لايادي حكوميه عشان تجي تساعدهم لكي يردموا المحلات دي يعني الجم بيوت والشوارع والحاجات الزي دي. في ناس قدروا انه وفروا لانفسهم بعد كده في الوفاء اشتركوا جابوا لهم تراب ردموا الشارع وفتحوا المجاري يعني. فبعدين مدينه الدوين هي حتى الان محتاجه والله المواطنين محتاجين لمبيت اول شيء. فمحتاجين لنواميس نواميس مكافحه البعوض. دعنا برجو دعنا اناقش مع معتمد محليه الدوين ان شاء الله يعني خساره جهده يعني ما استطاع محمل ثاني يعني يوفر للناس زي ناموسيات ومبيت لكي يعني يعني الناس يعني حتى في الخريف انه تجي العربيه رش ال رش رشة ال رشة اللي اسمه جلد الباعوض رش الباعوض والناموسيات لمكافحة الباعوض يا استاذ زرودي. دعنا بنجيب به الكلام ده معتمد محلية الدويل وهو ما بيصير طبعا، فاحنا لازم المعتمد يهتم بالمواطن، المواطن ده جزء منك يا معتمد، فانت لابد مما ترعاه، فنحن مشكلة تشاركية ما بين المواطن والحكومة زي ما ذكرت لك من قبل، فلابد مما نتشارك فنخرج من ال من الكوليرا بعد والالتهابات والامراض وما اشبه ذلك يا استاذ السرودي، فلا بد مما نتعاون ونكون ايد واحده يا استاذ السرودي لكي نخرج من المشاكل دي كلها، فالناس ما تكب الاوساخ في مصارف المياه، انا بنبه الناس ما تكب الاوساخ في مصارف المياه، فلا بد مما تكب الاوساخ في مكان بعيد في منفى بيمشي بعيد يمكن تكون انت فيه وساخت يعني ما حتسكن لك المجرى وانت بتكون في الخريف مرتاح فما بتعاني وبيتك ما بذا وبتكون حافظت على البيئه واصحاح البيئه يا استاذ السروديدي. صح. فانا لا اطيل عليك بس داير احيي يا استاذ السروديدي. تفضل. تحياتي للنبي احمد طيبه الحسنات، تحياتي لكل الطاقم الذي يعمل في قناه الهلال، وتحياتي للعمير محمد الماهي، وتحياتي لسالم نصر الله حامد، وتحياتي لموسى عبد، وتحياتي لوالدين ادم محمد مروح البقع المباركه، وتحياتي برضه هنا ليحيى عباس واسماعيل حسن فيدو وكوثر وامل القريه العوايده ومعتصم، وتحياتي لهنا ادريس يوسف عبد الرحيم في مدينه الدويب، وتحياتي لكل الاصدقاء داخل وخارج مدينه الدويب ومصعب بالمملكه العربيه السعوديه يمكن اكون انا نسيته، فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وشكرا لك. شكرا لك والتحيه لك ان شاء الله يا رب، ويسعد صباحك مره ثانيه. يا جماعه المواطن واعي بانه هو ممكن يكون سبب في إصحاح البيئة في فصل الخريف. تفاصيل الخريف بالنسبة لنا تفاصيل صعبة جدا، الناس في كل دولة بتحب الخريف وبيكون في مطر يمكن على مستوى 48 ساعة والناس بتكون عايشة حياتها عادي، إلا عندنا في السودان ممكن يكون مطر واحدة ساعة واحدة يعني يكون في من وراها دمار شامل لكثير من الحاجات اللي احنا عارفينها. انا حتواصل معاكم ولكن نسمع لحن بهديه ليكم ونرجع لكم. تحية لكم مرة ثانية مشاهدينا في كل مكان، تحية خاصة وسلام لكل اللي انضموا لنا من جديد عبر المتابعة للموجة الازرق اف ام والاستعدادات للخريف. لو قعدنا نتكلم من الليلة لحد بعد بكرة ما حنقدر نكمل شنو تفاصيل الخريف وشنو الكوارث اللي ممكن تكون ناتجة من فصل الخريف، تحديدا عارفين نحن في السودان البنية التحتية لفصل الخريف منعدمة تماما، لا شوارع لا بيئة لا صحة ولا أي حاجة، نحن ما عندنا، نحن بنعاني معاناة كبيرة جدا في فصل الخريف بسبب الأمراض وعدم الأدوية والطرق الكعبة وكثير من التفاصيل اللي بنعاني منها وأكيد نحن عارفينها. معنا اتصال، ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير عليك. تحية لك أستاذ سارة، تحية لكل العاملين معك في هذه القناة الرائدة، تحية لكل السادة المشاهدين والمستمعين لهذا الإبداع إبداع قناة الهلال، وإن شاء الله يعني مزيد من التقدم لكم، كل عام وأنتم بخير يعني. وأنت بخير إن شاء الله، اللهم آمين، ربنا يكرمك يا رب. نتعرف عليك؟
من الكلاكلة تحييكم تحية ليس لها حد ولا عدو، مخلوطة بما الوردي هاني علي خالد. أهلين يا هاني، كيفك؟ كويس؟ الحمد لله. يمكن يعني الليلة فاتحين صفحة مهمة وصفحة كبيرة، هي صفحة الاستعداد الموكل للخريف، خصوصا انه احنا اي حاجة دائما بنعملها من الوقفة، ما قاعد نعملها من تدريج. وبيقول تفاجئنا، دي اهم حاجة، انه الخريف فاجئنا، العيد فاجئنا، كل شيء احنا قاعد يفاجئنا. بنتفاجئ طبعا، هو الحاجات اللي اكثر حاجة بنتفاجئنا عندنا الخمول وكسر الحديد جدا جدا في اوسط المجتمعنا السوداني. انا ما عارف اي حاجة لازم تجي تحملها لنا الحكومة، اي حاجة لازم تجي تنفذها لنا الحكومة وكذا. يمكن في اغنية تقدموها لنا اللي هي بتاعت اولاد البنات، تقول صب المطر. ان شاء الله موجوده بنسمع. فانا من هنا يا اخي، طبعا انا ساكن الكلاكله، والكلاكله معروفه يا استاذه ساره انه فيها يعني سوق كبير، سوق الكلاكله اللفه، ويمكن يعني هسي حدث ولا حرج في هذا السوق. يمكن امبارح كان في زياره لمسؤول من الولايه لسوق الكلاكله اللفه، وشاف الاسعار الصعبه اللي بمر بها هذا السوق، خصوصا انه يا دوب الخريف في اوله. الخريف ده لما نتعمق حتكون المشكلة أكبر وأكبر. وتحديدا عندكم شارع في الكلاكلة ده ما بتمشي أصلا من الموية، يعني ما بين الزلط الرئيسي للكلاكلة اللي هي اللفة والزلط الكلاكلة الشرك، في زلط في النص غايته أنا ما عارفة هو بالضبط اسمه شنو، ده تحديدا مليان موية على طول امتداد الكلاكلة. صحيح صحيح، ده في شارع الشرك كل عام الناس تتأثر بالبعوض، تتأثر بالمياه الكثيرة الموجودة فيه، خصوصا انه منطقة واطية، منطقة طوال، يمكن من المناطق الحديثة جدا اللي اتبنت في تسعينيات القرن الماضي، وما من يعني جو بنوها، وكانت اساسا هي مزارع، وحتتها بالتحديد هي حتة واطية جدا، فالناس كلها ما بنت البناية الصحيحة في هذه المنطقة، عشان كده بتعمل تأثير كبير جدا جدا في 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 في, في المناطق. فبتكون المويه يمكن فوق للركبه في كل يعني عام، لامطارنا لو جات امطار غزيره وكذا يا استاذ ساره. نعم. فالموضوع محتاج لمعالجه اول حاجه من الدوله، الدوله بتحتاج لانها تدعم بالاليات، تجيب الخور بتاعين البنيه التحتيه. انا مستغرب يعني بقول لك وزاره البنيه التحتيه، والموضوع هو موضوع البنيه التحتيه ووزاره الصحه الاثنين. يعني الموضوع الان هو موضوع يعني يجب انه تلبسوا لبس خمسه ثلاثه وينزلوا للميدان. لانه الوضع الصحي حيكون يعني رديء جدا، خصوصا انت وانا وكلنا قاعدين نشاهد في المواقع وفي الاخبار العاجله انه حيكون في امطار غزيره جدا في ولايات كثيره، حيكون في يعني زياده كبيره لمناسيب النيل. انا يمكن كانوا صدفوني في غناء العام الماضي، فحقيقه يعني ناشدت كل الوزارات، ناشدت كل رؤساء الاجسام، ناشدت اي زور يعني، قلت لها يا ريت المرحله الجايه دي كلنا نتكاتف مع بعض على اساس انه ما يتكرر الفيضان الصعب اللي تكرر في العام الماضي يا استاذ. نعم. فلو ما من هسه خدتنا يدنا في بعض كحكومه او كشعب او كافراد انه لازم نعبر من الحته دي، فنحن ما حنعبر. فان شاء الله ان شاء الله يعني انا من هنا برسل رسالة لكل المواطنين. يمكن من قبل شوية يعني أنا كنت مع اتصال مع أخونا جنكيس وحامد كسلة، زي عندهم مبادرة كويسة جدا حيبدوها، حتنطلق من مدينة بحري. نعم. فدي حاجة حلوة جدا جدا، يا ريت يعني كل الإعلاميين الكبار والفنانين الكبار في البلد يكون عندهم لمسات حلوة زي دي، على أساس إنه يعني نحاول ننظف بيدنا. لو ما نظفنا يعني، انت لو لاحظتي يا استاذه ساره، الملايين اللي كانت الملايين اللي كانوا متصفين في القياده العامه، يعني يا ريت يطلعوا لنا عشان ينظفوا الخرطوم، ينظفوا العاصمه. يعني العاصمه دي بتحتاج نظف، ما خلاص احنا خلاص يعني حقت الثوره بتاعتنا وزن النظام الباهي، خلاص احنا هي مرحله انتقاليه. لا، الناس بتاعت السودان تتطور انها تنعتاد على الشباب، على ما تطلع على حسين تطلع مثال وتقوم بسوق الزاحي. اليكم وان شاء الله يعني ربنا يديكم العافيه ودائما نستمتع، والله يمكن اول مره اناقش معاكم، اكيد نستمتع دائما ببرامجكم الحلوه والجميله. تحيه لك استاذ ساره وتحيه لكل الساده المشاهدين. شكرا لك كثير، ان شاء الله تكون مبادره قويه وتقدر ترسل الرساله اللي هي
معموله بي 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 بنفس الهدف. انا بحييك جدا، وده دور الشباب يا جماعه في ارسال المبادرات، وما بس المبادرات، الهمه جماعه، كل زول بيقدر يعمل حاجه ويساعد انه احنا نتخطى فصل الخريف بكل سلامه، بالذات في الارواح الناس تعمل حسابها شديد. معروف انه يا جماعه الايام دي عشان مياه البحر بتكون شويه فيها يعني ملخبطه، المياه معطمه وتفاصيل الاوساخ الموجوده حوالين البحار عموما عندنا هنا، فبيكون في مشاكل كبيره جدا في المياه، ممكن يكون في وجود اسهالات بالذات للاطفال، ودي حاجه خطره جدا على صحتهم، ونحن عارفين انه ما عندنا ادويه تماما او منعدمه بصوره كبيره، حتى اذا في بتكون يعني باسعار غاليه او سوق اسود. كثير من الناس يا جماعه ما بتقدر توفر الادويه بالذات يمكن في فصل الخريف، لانه حتى العمل في فصل الخريف والناس عشان تطلع شغلها تباشر شغلها بتفاصيل بسيطه زي ما الناس بتعاني وبتمشي تشتغل، فبيكون الموضوع ده صعب. عشان كده بقدر ما تقدر الناس تعمل حسابها، اي زول عنده اطفال في البيت حاول نقي له المويه، ولو في حله اغلي المويه لاطفالك، ما تديها له ساي بالذات في اليومين دي، لانه نحن شايفين لون المويه عامل كيف وتفاصيل المويه، حتى الريحه بتاعتها معموله كيف. في كثير من المناطق ممكن في 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 اثناء فصل الخريف بتختلط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، والناس ما بتكون واعيه بالحاجه دي، ودي ضرره كبير جدا على يعني صحه الانسان. عشان كده الناس تعمل حساب الشديد وما تشرب مويه ساي ما لم تحاول تعمل على تعقيمها او تنقيتها، عشان صحتكم، وعشان ما في ادويه تماما عندنا زي ما عارفين، ولا في وحدات صحيه ممكن تكون قريبه مننا. معانا اتصال، الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، يسعد صباحك ان شاء الله يا رب. اول حاجه كل عام وانتم بخير، والتحيه ليك والتحيه للجمع العامل معاك والتحيه للشعب السوداني. وانت بخير ان شاء الله. على لي صوتك شويه نتعرف عليك. امين احمد طيب الحسناب. اهلا بك، يسعد صباحك ان شاء الله، كيف عاملين؟ تمام؟ تمام والله. انت قلت لي حبوا بدايه الخريف تبدا من اول السنه، لا نحن العكس بعد الفاصل تقع في الهند. نعم، بعد الخريف انتهي. ممكن يكون بعد الخريف انتهي. اي بعدين يا دكتوره نحن ذاته والله يعني بنساعد في 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 قبل المجاري. يعني لنا الواحد صايف عرفت الكثير في النفايات يجيب جنب المجرى المسير. احنا بنتاخر من ناحيه المجرى، حتى نحن يعني فتح في الناحيه الشماليه الشرقيه من طيب الحسناء، والحمد لله محلنا عالي، لكن عندنا شمالنا طوالي مزرعه. شرقنا مزرعتين بين المزرعه دي في مجرى. المجرى ده قاموا الجماعه اليمنى تقريبا الحرسانة والرمله، وتكلمنا معاهم وما دول يعني الامطار الفاضي حطينا منها ضيق كبير جدا جدا. نعم. فنحن نحن بنساعد يعني نحن بنساعد لقبل المجاري. بعدين الفيضانات، الفيضانات دي يا ترى ليه الشوال البلاستيك ب 100 جنيه؟ يعني المواطن ما عنده فلوس عشان يشتري شوال شوالين، لكن الحكومه دي لو جابت الشوال المروه في احنا معروفين الشعب السوداني بالمروه وبالزحامه وبالعب نجيب ونعبي الشوالات طريق البحر كما يضر، وخوف على اطفالنا وخوف على اسرنا وخوف على اسرنا ما تقع. فنحن ما في جدوى اقوى ذات ما اعتبار يعني قبل كم يوم انا كنت في سوق النفط زي ما قلت، فلقيت مجرى كده جنبه ابو حسار والشيخ الحسادي الجماعه خايفين تسوي تيجي دراسه فلان يحطوا في الحافه بتاعت الديره. فقلت له سلمتهم عليهم قلت له يا اخي انت ما عملت حاجه انت يا ابني تاسي بتحط الهنادي في الحافه بتاعت الديره النطر بيجي بينزلها ثاني انت ما عملت حاجه يا اخي جيبوا العربيه جيبوا ترساقات جيبوا هنا عشان تجيب الكلام ده حاجه عليك الله لو سمحت بس شوف دخلك عليك الله. احنا ما عندنا امكانيات زادوا عشان توادق زادت اشياء تحت عربيه، فقلت له يا اخي ده انت كده ما عملت حاجه، انت كده صرفت مال ساكت صح هلا التراب الجلد هنا الابيات تحطها في الحافه بتاعتها يجي المطر يا ويلي الناس ساكت المال فما في ما في يعني كثير والان زادوا السجل شغال يعني السجل شغال بدون نفسي يقول لك انا بدون كم وما مسفية وما هناك يتفرموا وتلك ده قاعد يجري في السيارة ودفتها وكذا ماسك تلفونه وشغال بتلفونه وما ما في اهتمام كده يعني وما في مراقبة ما
حاجة يعني الناس تكون عندها خوف على الناس وخوف على الحكومة، يعني ما في حكومة مواطن ولا شغال في الحكومة، ما في اهتمام والله يا اخوان. صح. من احنا منا؟ يعني حتى كلنا نلكت. المجالس ربنا كريم علينا، الحريم ربنا كريم، ربنا هو العارف من اي 200 من 200 فالوقت يحصل. يا اخي احنا والله ما عندنا يعني استطاعة، لكن عندنا المروة، المروة اللي راد ان شاء الله ربنا يزيد يا رب. هل يجيب حياته يجيب طوالات يجيب حركات يجيب حياته يجيب والله. نعم. ما نجيب اليوم كله. بنجيبها فينا وبتحاولوا في ذات الناس 100 سنة فاتت الناس دمرت وبعدين نحط في درجة الإغاثة يا أخي. نحط كده لحد ما تجينا الإغاثة والإعانة والضغطة والإغاثات والإعانات ما تجي للقاضي تجي بعد يومين تلقاها مفروشة في السوق صح؟ كله كلام يعني ما في اهتمام. يا أخي أمركم يا أخي أنا بحيي أخونا الطيب على عمر الرحمن الكريم والاخ الصديق اخونا المحسن محمد الحسن بالعزاوي واخونا محمد حسن عبد الله الشيخ الشاعر الجميل ابن عباس واخونا الاستاذ الراغب بيرحم تسديده واخونا تسديد موت عبا بقول له ابراهيم موت عبا هو يقول عليكم بالقادم لاخ التحيه لكم والاحترام والتحيه لفكره اخونا عبد الميل الفرد بقول له الحمد لله على السلام في عودتك السعوديه ولاسره زوجتك نعم محمد حفظ الله وابنك. نعم. الله على علينا وعلى الشعب. نعم ان شاء الله يا رب حياك توصل، وانا بشكرك كثير على اتصالك، وزي ما انت قلت احنا محتاجين لمعينات كثيره، ما بس هي شوالات، محتاجين لناموسيات، محتاجين لادويه وادويه الملاريا تحديدا، لانه الفتره الجايه ان شاء الله حيكون في توليد للبعوض طالما نحن عندنا برك مائيه موجوده سواء كان في الاحياء او على مستوى المجاري، اصلا هي مقفله ومليئه بالاوساخ. عشان كده يا جماعه احنا عايزين يعني كل الجهات المسؤوله او بتقدر توفر او كل المبادرات تقدر توفر لنا سواء كان امصال سواء كان يعني علاجات نواميس اي حاجه ممكن تساعد الناس تطلع من المحنه فصل الخريف بسلامه في الارواح باذن الله تعالى. ههدي لكم اللحن الجاي ونرجع نتواصل، كونوا متابعين. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا في كل مكان، ما زلنا اكيد متواصلين معاكم. تحيه لكل اللي انضموا لنا من جديد عبر المتابعه لما تبقى من الموج الازرق اف ام واستعدادات الخريف لهذا العام. اكيد زي ما عارفين انه احنا عندنا مشاكل كبيره وكثيره جدا من فصل خريف السودان، ما في ادويه، في بعوض، في ذباب، في اسهالات بالذات الاطفال، لا في تغذية كويسة ولا في علاجات ولا في أي حاجة ممكن تطمئن الواحد بأنه ممكن فترة الخريف تعدي بكل سلام. كثير من الناس يا جماعة بتفقد روحها بسبب تعطيل الحياة من الخريف، بالذات يا جماعة الناس المريضة يعني ديل ما بيقدروا يوصلوا المستشفيات لأنه في مناطق بعيدة جدا من المستشفيات وحركتهم بتكون قاسي جدا عشان يسألوا. معنا اتصال، ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الروديدي. أهلا بك، عليكم السلام ورحمة الله، كيفك كويسة؟ والله تمام، ما كويسة عندي التهاب لكن برضه بقول كويسة لأني ما أكل وشاربة وماشية على طرعي لا مخلية مناسبة لا مخلية. ألف سلام عليك إن شاء الله وتشوف الشر يا رب. اللهم آمين يا أخي، التحية ليك وللطاقم العامل في قناة الهلال، وإن شاء الله نقول بكر الحاد وصل ولا لسه؟ تحية لك إن شاء الله بكر الحاد، الحمد لله يوصل بالسلامة. والله يا بكر معانا قاعد في الاستوديو كمان. يا سلام بكر الحاد يا رب نديه العافية وسلموني عليه والله العظيم. هو سامعك طبعا. هذا الحديث المنتظر. نعم. يلا يا سارة قبل ما بخش موضوعك معلش يا خالتي صفية خالتي فايزة فضل الله. قالت لكم المناسبة حقت أمل مجد مع الجمعة اللي بعدها، قالت لها رجل الله خش يعزم من قناة الهلال كلهم، حتى الكاردونال لو برا من السودان دقوا لي تليفون إن شاء الله في لندن. إن شاء الله ربنا يتم على خير. ربنا يتم الله على خير مليون في إن شاء الله، وربنا يدوم الأفراح وعقبال كل إنسان ما يتزوج وعقبالنا كلنا إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يعني يتم الله على خير ويسعدهم يا رب. اللهم آمين يا سارة. بدون ضمن موضوع الشادع بعد الغناية بعد الفريق. نعم.
يا ساره احنا دايما هنا في السودان بنصلي يوم القيامه. انا اقول لك واقعه هسه شفت في كفله هنا يعني انا ما اقول لك ما عملوا استعداد وما قاموا بالترتيبات وتنفيذات الخريف والحاجات اللي بتختص بالخريف وبنهر الغاز تحديدا اللي هو بيسبب دايما الخطوره والمشاكل في كل سنه في الكفله هنا. يا ترى الناس دي ما جو ويشتغلوا واي حاجه زي السنه اللي فاتت صمموا الناس واشتغلنا ولا خوف على الناس وعملوا الترس يعني والله ما اكذب عليك بذلوا جهد يعني جهد جبار. انا بشكر يعني حكومه ولايه كسله بشكر حكومه ولايه كسله والله يا ترى يعني ما خلوا حاجه وهالساعة برضه نفس الشيء السنه برضه الى كل شوف السنه اللي فاتت بعد يعني التعب ده كله والانجازات والنجاحات اللي عملوها يعني من الترتيبات والتنفيذات منهم حتى من ناس الفرق والجسور يعني من هنا لما تلاقيها الغاز ده جا وجا بنسبه عاليه وفيضان يعني بطريقه نحن حتى الناس انا ما اقول لك احنا هسه ما بعيدين شديد كده من الغاز بيناتنا ثلاثه اربع ساقيه كده ممكن عادي قاعد نمشي نلف الغاز ممكن بعد شويه نطلع نمشي نفزع الحطب ونجي نعم يجيب حطب وكده ده شفتي. لكن يا ترى وديدي انا دار اقول لك الغاز ده السنه اللي فاتت جا والله المزارعين اللي زارعين الخضروات زارعين الخضار الصغار يعني زي البطاطس مش البطاطس الاسود والخضره والطماطم وشفتي الفلفليه الشطه النعناع الليمون الغاز ده السنه اللي فاتت كان يعني التوابل الشماليه جنبنا دي كده والله يعني اقول لك خرب خراب كده ما عادي ما عادي الناس دي عادي والله العظيم يعني كان نسبه البصل في كسل السنه اللي فاتت دي تكون كثيره لكن الغاز والله جه دمرت وهسع برضه جو يشتغلوا يا ساره نعم اتمنى انه اشتغلت تكون اشتغل ناس ما زي الدور اللي فاتت يطمنوا الناس وهسع اليومين دي الغاز والله نسبه ما تنزل عليك والله يعني المياه مرتفعه بعديد الملام بالنسبه لانه اريتريا هناك ممطره زي اثيوبيا هناك حتى اليومين دي قالوا امطارها غزيره بتحصل في الهضبه الاثيوبيه هنا طوالي مباشر عند النيل يجي بمياه كثيره والنسبه ذاته بيكون متهيج ونسبته بتكون عاليه. نعم. هنا السنه اللي فاتت ناس الجيل كمان هنا في الجزيره عندك وفي توتي وين في الخرطوم بغادي قالوا يا اخي نحن مستعدين وعملنا وسوى طيب يا ساره الاستعداد ده لانه الناس السنه اللي فاتت غرقت وهسه بيقول لك يا اخي المواطنين خليه يعملوا 1000 حجر، المواطن ده مسكين يا اخي يمشي يجيب شوالات حد يجي يعمل ترس دي ما شغله، ما في مويه تتصبب بشوالات ولا بشوالات املاها رمله يا اخواننا ده عنده شغل بتاع مهندسين بيوسعوا المجرى ده. صح واحنا في الاقتصاد الجوي ما خلوا لنا حاجه، يا اخي قاعد يحذروا معروفين نحن من شهر 7 في السودان هنا الامطار دي قاعد تبدا يعني من شهر 7 ها طيب دي البدايات يا اخواننا شهر 8 كان الناس دي تعمل كيف؟ انا والله الشغل ده ما كثير على المواطنين، في شغل بتاع جهات مسؤوله وبتاع مهندسين ها ودايما الناس بتصلي يوم القيامه في اخر النهايه دي حاجه تاخذ عليك ونمشي، المواطن المسكين ده كفايه الغرض الغرض الصلاه والغيامه ما بتنفع لكن ها الصلاه والغيامه ما بتنفع ها طيب يسوي شنو؟ بني ربع المهم يشوفوا الحاجه الثانيه حتى يتصرفوا، طيب المواطن المسكين ده بيمشي وين يا ترى؟ بعد شويه في مرض ها بعد شويه يظهر في السنتي ها مشكله طيب الناس دي بتسوي شنو؟ لابد من الجهات المسؤوله تتحرك المواطن عنده شنو؟ يا اخي المواطن براه منهار ومغلوب من امره يعمل شنو يعني يمشي يجيب سوالات يسحب سوالات من المصانع لا تراب ورمل عشان يجي يعمل فرس دي ما شغله بتحب بتسيب منك مويه شغل ده شغل بتاع مهندسين يوسعوا صح طب انا كله بعد يعملوا شنو؟ والله يا ترى انا بس دي حاجه بقولها يعني الناس بس المهم تنتبه للحته دي احنا والله ما عندنا اي حاجه خلال الناس احنا انا بنبه هنا حكومتنا في كسله يعملوا 1000 حساب وهناك برضه ناس الخرطوم كفايه الشيء اللي حصل السنه اللي فاتت. نعم انا تاري اكثر من كده والله ما بقول حاجه وما تنسي المناسبه ويحيى عباس زعلان زعل شديد يا جماعه من هذا الهلال الفضال يا اخي يحيى عباس عبد الله طيبوي قال يحيى عباس ده ما زعلان من الهلال زعلان انه ناس النهود ما رسل له قهوه لكن القهوه مرسله لك يا يحيى عباس ببص الجيل ان شاء الله يستلمها والتحيه للطيبه لعمر وكل الطاقم العامل بقناه الهلال. تحيه لك ان شاء الله يسعد صباحك يا رب. يلا طيب تسلم ان شاء الله. تسلم كثير شكرا لك. الله يديك العافيه. نعم. تحيه لكل الناس اللي بتحاول هسه تتصل علينا عشان توصل لنا المعاناه من الخريف ونحن يا دوب زي ما قلنا يمكن في بدايه الخريف. حتى نحن يمكن هنا في خرطوم مطرة واحدة من يوم العيد لحد الآن نحن بنعاني في الشوارع ولسه يعني ما معروف الخريف السنة دي يكون عامل كيف العلم بيد الله لكن نسأل الله أنه يكون خفيف على الناس نسأل الله أنه الناس تقدر تباشر حياتها
بكل سهولة وبكل يعني بساطة. المعاناة اللي احنا بنعانيها زي ما قلت لكم يا جماعة، في يعني في ناس ذوي احتياجات خاصة والإعاقة الحركية تحديدا، هم بيعانوا جدا في الخريف لأن الحركة بتاعتهم حتى من غير خريف هي صعبة. هم فيهم ناس كتار جدا معتمدين على حياتهم، يعني على نفسهم شديد في حياتهم. فعشان كده نسأل الله إنه ربنا يلطف يعني ويخفف، ونسأل الله إنه الجهات المسؤولة تسمعنا الآن وتقدر توفر شوارع هم يقدروا يمشوا فيها وهم مرتاحين ويشوفوا نفسهم أكثر من عاديين. معانا اتصال، ألو السلام عليكم. يا صباح البسمة الهادية وصباح، ألو ألو صباح الخير عليك يا أخي. صباح البسمة الهادية وصباح الكلمة الشافية وصباح العافية ليه أستاذ سارة وفي غانة الهلال، ما أنتوا الغروب الصافية يا أستاذة. الله يكرمك، إن شاء الله يسعد صباحك وكل أيامك يا رب. كيف أخبارك؟ كل سنة أنتم طيبين يا أخي، كل عام أنتم بخير، أنتم ونحن والشعب السودان والأمة الإسلامية من مشرقها لمغربها. لك التحية أستاذ سارة، أنا أحييك على هذا المواضيع الجميلة الحلوة الرائعة المبدعة المنعشة اللي تخلي الإنسان يحاول يخدم فطور، يحاول يكون في غناء هذا الهلال، غناء الجميل، الغناء الأزرق، الغناء الجذاب، الغناء اللي يخلي الواحد يعني يحاول بتلفونه يخش معاكم على هذا مشاركة الصباح أو البرامج اللي هم مجتمع المرؤوسة. لك التحية وسارة سارة. وليك التحية، إن شاء الله يسعد صباحك وإن شاء الله دائما صباحك جميل بالروقان اللي أنت عايشه ده. لك التحية نورين أحمد النور حامد، محلية أم الغورة، ولاية الجزيرة، بين قوسين الشبكة العنكبوتية. أستاذة تحية ليك، إن شاء الله يسعد صباحك يا رب. كيف الخريف عندكم؟ والله أستاذة الحمد لله رب العالمين، الآن خريف في ولاية أم الغورة ولاية الجزيرة خاصة في القرية 32، خريف الحمد لله، نسأل الله العلي العظيم يكون خريف خير وبركة، خريف خير وبركة ليملأ يعني الزرع والدرع. الحمد لله والله استاذ بشري، خريف ممتاز، خريف جو يعني كما اقول لك جو ربي، جو السودان على الطبيعه يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله نحن في هذا المنطقه ناس واعي جدا يعني. بالنسبه للطرق والمناطق الحته شويه دار تعديل، نقول من عدى في فتره صيفيه استاذه، نحن بنقول قبل فات ما يقع في الراس. في مصر العرب بيقول الضايق مع ابو زبيب بخمجر الحبل، نحن قبل القريه 38 في محله ام الغوره قبل بغيرك يعني، كانت الان مطر شغاله والسرعه كثرت فينا، يعني الناس قالوا دي امطار، لكن ما امطار، دي مويه ريت بتاع البحر يا استاذه. يلا نحن في منطقتنا الحمد لله شويه متعلمين ومستقبلين شويه، في غفر يعني الان في سرعنا يمكن سرعتين او سرعه اربعه خمسه، الغفر اثناء ما جت الخريف، طبعا في شهر سبعه الضراء، والعين الثانيه يمكن خريف نسب عليه كمان هذا الشهر يمكن يكون في فيضانات ونقص، الاقتصاد ما قصر يعني علنونا بهذا الامطار وعملوا وصلوا يعني احنا بالغلا الحمد لله استيقظنا نعمل بغانا التلفزيون بينا في الاقتصاد، يعني الحمد لله رب العالمين. الواحد عوض يمكن يصينا في فتره الصيف الشوارع، يمكن اذا كانت دار حجر يمكن بيدنا، اذا كان في مساحه بعيده ابعد يمكن تكون بجره بابور او الحرات يعني يمكن الحته تكون الى عاليه الى واطيه، يعني تكون المويه تنزل الى الجهه شنو المختصه يعني مثل المصرف والسرعة او حاجات عشان الواحد ما يغرق استاذ. يعني نحن في تمر 30 شاهدنا يعني يمكن الغرق جنبنا، يعني شاهدنا بزنسنا، شاهدنا عبر التلفزيون، شاهدنا عبر الفيس، المنطقه جنبنا استاذ، نحن قبل المناطق الثانيه المطر ما ياثر فينا الحمد لله، غفران والله غفران، ناس مستغربين جدا يعني قفلوا على المويه بالسرعه. نعم يعني عاملين حسابكم لكل حاجه، يعني اذا الخور ده كسر او كده والترعه كسرت مستعدين تماما انكم والله تكون ان شاء الله ما تحصل، يعني ان شاء الله ما تحصل. والله نحن والله متكاتفين ناس في هذا المنطقه الحمد لله، يمكن فيها 10 12 قبيله في هذا الغير 32، ناس متحدين ومتكاتفين وناس الحمد لله ولك مبسوطين وفرحانين، لكن الان حبوا جدا والله بشكركم عبر هذا يعني القناه الفضيه الرائعه الممتعه المنعشه، القناه اللي بتخلي الواحد في غناء السودان كلها، غناتكم دي يعني جزء المستمعين بتعرضوا اراء الواحد بيستفيد منها، يعني هي اللي زعلت بقت الام يعني في هذا السودان، اللي زعلت بقت الام الدوله المتحركه في المشاركه في الهدايا في التحايا على كل المجتمع. يعني الان جبت لنا الحمد لله رب العالمين، جبت لنا هذا موضوع جميل، يعني احنا بالنسبه لنا الصحه يا استاذه، الصحه مش في ولايه ام الغوره، الصحه بتكون في نفسنا احنا يا استاذه، الصحه في نفسنا احنا، يعني الواحد على الطريق ما في حكومه تيجي تبويض الشارع، ما في حكومه تيجي تجري الشارع، بالذات نفسنا نتكاتف ويعني نشتغل بعض، يد عليك يد عليك يا استاذ يعني. احنا في ما داري منهم حاجه الا الرش، هو النواميس شركه اول المزيف
والله لها التحيه استاذ، ما جبت نومي لكن دعمتنا بالدعم السريع، يعني الدعم السريع ده نافع جزاهم الله خير وحسان بهذا الرش يعني. نعم ان شاء الله ربنا يعني يسهل. كل ما كل ما فتره كده وصلنا موقفه بيجوا ضد المنطقه رش بيعلنونا عبر الجوامع عبر الاذاعات، الحمد لله ثقافه جدا في محله المنغوره ولايه الجزيره، الحمد لله رب العالمين ما قصروا فينا، يعني زول يقول لك انا بيتي مرشوه الا كانوا ما داري يعني ايش نفسي، يعني الواحد بيجيك اعلان يا اخي انا منزل غسيه غطي مطبخ النار طلع الحاجه الفين مهمه طلع الحاجات برا، يعني الواحد والله يا استاذ صراحه ما قصر، لكن والله نحن شاكرين لهم ومقدرين لهم شركه اليونيسيف وجابت الناس الموظفين اشتغلوا والموظفين اللي شغالين في المنطقه والمحليه، والله من هنا بقول لهم التحيه والاحترام، يعني ما قصروا في واجبنا حتى نحن نخدمه نحن واستاذ نحن الواحد نخدم انفسنا، نحن المويه الباركه هنا يا استاذه نشغلها المويه بتاعت زيت الرجع يا استاذه عشان تركها فيها البعوضه عشان ما تقدر بعوضه تمثل تعمل ابناء او عيال صغار وكوب زيت الرجع، زيت الرجع لما تسمع السخانه يا استاذه نعم ان شاء الله يعني كل الناس تكون بذات الوعي ودي حاجات ممكن ناس كثيره تستفيد منها لانه ممكن تكون ما عارفاها وبتعاني جدا من توارد البعوض. يلا استاذ ساره والله انا اول حاجه يا اخي استحيي لك بالخط العريض والكريستال حجم العالي الكبير استحيي لك واقول لك كل سنه طيبه استاذه وانت طيب ان شاء الله. اخوتنا امل اخوتنا امل اخوتنا امل خليل والله بقول لك كل سنه طيب، والاستاذ الرائع المبدع محمد يوسف بقول له كل سنه طيب، اخي المخرج الخلف الايه الصوتيه الرقميه المسلسليه اخي جلال والله بقول له يا اخي لك تحياتي ولك احترامي ولك تقديري في الاخراج، انا والله بحيي على هذا على البعد يعني من محبه الله ورسوله على البعد بحييها في الاخراج، يعني دائما هو زول مبتسم لما تلقى المستمع داير يتكلم والله بدينا فرحه بدينا طله بدينا ابتسامه بدينا شعور حلوه جميله تنقطع اصلا يا استاذ، يعني احنا والله ما بنخش على هذا المواضيع بنخش على بس الاخراج بيخرج حلقات جميله حلقات ممتعه ودار عندي احبار بعيد انا بوصل سمحت لي يا استاذ ساره يعني تفضل. اول حاجه والله التحيه لك انت ولاسرتك الكريمه والتحيه لكل ما ساهم واتصل في هذا الاذاعه الجميله، والله بقول لكم كل سنه طيب وكل عام بخير، عيد تسامح عيد تراضي عيد محبه عيد ثقافه لكل الشعب السودان كله يكون مكتاكين ومتحبين وفرحانين ومبسوطين ربنا يضم هذا السعاده علينا يا استاذه ان شاء الله. تحيه للوالد تحيه للوالد احمد نور حامد ومحقين محمد حامد والزوجه والاخوان والابناء ومصلين مساجد الغرية 32 والمعلمين هذا الغرية 32 ومحليه المنغوره من دكاتره لعمالها لموظفينا هنا الجيش الله يقطع رب حمور يا استاذ، اي لحظه الواحد يكون في المستشفى والله العظيم بيجدوا وجدهم شديد في لهم التحيه بقول لهم يا اخي كل سنه طيبين، وحاب اترك رقم تليفون التواصل وخاصه لاخي محمد يوسف اقدر اخش عارف التليفون يا استاذ سمحت يا استاذ صار يعني ان شاء الله باذن الله. اقول رقم التواصل 09 66 انا شايف احسن تديه لهند تحت الهواء وهند بتوصله لمحمد يوسف باذن الله. بشكرك كثير على اتصالك والتحيه لك والتحيه لكل اللي بتواصلوا معنا، ودي المحبه اللي بتجمع دائما شعب الهلال وجمهور الهلال بالذات، نحن بنقول خصوصا كده بصوره خاصه شديد يعني التقى الموج الازرق اف ام. يمكن كانت حلقتنا معاكم، اعملوا حسابكم ان شاء الله ربنا يحفظكم جميعا، استعدوا للخريف كافراد ولا تستنوا الحكومات، ان شاء الله ربنا يصلح الحال. لحد ما القاكم اقعدوا عافيه في امان الله.